دعا نواب في البرلمان المغربي إلى تشجيع اعتماد الأدوية المكافئة أو المنسوخة لخفض تكاليف فاتورة الاستشفاء. كانت الحكومة المغربية قد أقرت قبل أسابيع تخفيضات جديدة في أسعار العشرات من الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة. رغم انخفاض سعرها إذا ما قورن بثمن الدواء الأصلي، لا تتعدى حصة السوق المغربية من الأدوية المنسوخة أو المشاعة 35%. هذه الأدوية التي تكافئ منتجات ذات علامة تجارية مسجلة من حيث الشكل الدوائي ونوعيته وخصائصه، يعد معدلها في البلاد منخفضا إذا ما قورن بتجارب عدد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية التي تجاوز استعمال الدواء المكافئ فيها نسبة 70%. زملاء الأطباء حتى هما يعني خصهم يشجعوا في هذا الاتجاه هذا ديال الأدوية الجانسة، لأنه حنا في حاجة، وإلا يمكن تولي عندنا واحد النوع من الشكوك حول نجاح ديال تعميم التغطية الصحية، وهذا ما خصوش يكون. الاستمرارية ديال التغطية الصحية هي مرتبطة بالتمويل. يحجم عدد من الأطباء عن وصف الدواء المنسوخ لمرضاهم، فيما يقتنع آخرون بنجاعته وتناسبه مع القدرة الشرائية المحدودة للطبقات الهشة. لكن هذا الدواء المحلي لا يتوفر دوما في الأسواق بسبب غياب تراخيص التصنيع، وهو ما يجعل الطبيب في كثير من الأحيان مضطرا للبحث عن البديل. الدواء الأصيل هو الدواء الجنيس، لا فرق بينهما. كتبقى المصداقية ديال داك الشركة، هذا كيخضع للمراقبة ديال الدولة والمراقبة ديال الفعالية ديال داك الدواء، وبالتالي حنا عندنا الثقة في المؤسسات ديالنا وكنكتبوا الأدوية الجنيسة لأن هي أقل تكلفة بالنسبة للمريض وفيها المصلحة ديال المريض. لا يتعدى متوسط ما ينفقه المواطن المغربي على الدواء 40 دولارا سنويا، في الوقت الذي يبلغ فيه معدل الإنفاق الأوروبي على الأدوية 300 دولار لكل مواطن. يضع البرلمان لمساته الأخيرة على مشروع قانون المنظومة الصحية، من ضمن التعديلات التي يطالب بها عدد من النواب البرلمانيين داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، تشجيع الأدوية المنسوخة صناعة واستعمالا، فهذا النوع من الأدوية كفيل بتقليص فاتورة الاستشفاء التي طالما اشتكى المريض من ارتفاع كلفتها. عزيز فتحي، سكاي نيوز عربية، الرباط. انضم إلينا من الرباط الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية دكتور الطيب حمضي، أهلا وسهلا بك إلى النافذة المغاربية بسكاي نيوز عربية. بداية، هنا هذه الدعوة البرلمانية لاستخدام الأدوية المعادلة المحلية الصنع المكافئة للأدوية الأخرى، هل بداية إذا تحدثنا عن المادة المؤثرة، هل هي نفسها، هل نتحدث نحن عن تخفيض السعر، أم هي أدوية مكافئة لكن بمواد فعالة مختلفة وبالتالي هي أرخص؟ أولا، من الناحية العلمية، التعريف ديال الأدوية الجنيسة أو الأدوية المنسوخة، التعريف العلمي والعالمي لهذه الأدوية هو أنها هي أدوية، نفس الأدوية بنفس الفعالية بنفس المادة الأم اللي كتستعمل في الأدوية الأصلية تستعمل في الأدوية الجنيسة. الفرق بينهم هو فرق قانوني. الأدوية الأصلية عند يعني تحصل على واحد براءة اختراع لمدة 20 سنة، عمليا 10 سنوات بعد بداية البيع ديالها تكون محمية ببراءة اختراع، لا يمكن نسخها. بعد نهاية فترة هذه الحماية يصبح الحق للمختبرات إنتاج أدوية، ومن ناحية العلمية لا يمكن تسويق أدوية جنسة إلا بعد أن تثبت الدراسة ديال المعادلة الحيوية أنها لها نفس الفعالية. طيب، فإذا علميا الأدوية الجنسة لها نفس الفعالية. طيب، ما الذي يمكن للبرلمان أن يفعله إذا هو طالب بتشجيع توسيع نسبة استخدام الأدوية المستنسخة هذه أو الناسخة، لأنه فقط تشكل 35%؟ ما المطلوب من البرلمان، من الحكومة؟ كيف هي آلية الدعم المتوقعة لهذا الأمر؟
أولا المعرفة، لأنه اليوم لماذا هذا الموضوع يعني قبل البرلمان عدة مطالب بتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة في المغرب. اليوم حنا تقريبا في واحد 40% ديال الأدوية الجنيسة، 60% في الأدوية الأصلية. في الولايات المتحدة الأمريكية كما جاء في التقرير يعني حول 80%، ولكن نقول على أن 40% واحد الرقم مشجع، لأن بدينا تقريبا أقل من 30 سنة وصلنا 40%. فرنسا مثلا لا زالت في 30% من الأدوية الجنيسة. عالميا هناك معدل عالمي ل 50%. اليوم التحدي الكبير المطروح هو تعميم التغطية الصحية على جميع الإجباري على جميع المغاربة، والمغاربة مع الأسف ميزانية ديال الأدوية تشكل 30% من المصاريف الصحية. فإذا هذه الدعوة ديال البرلمان المغربي، وكاين الدعوة ديال مجلس الاقتصاد الاجتماعي، الدعوة ديال حقوق الإنسان، جميع المؤسسات تدعو إلى تشجيع استعمال من خلال الأدوية الجنيسة، من خلال أولا إعطاء تحفيزات للصيادلة والأطباء من أجل استعمال أكبر، كذلك إعطاء تحفيزات للصناعة الوطنية للأدوية. والمغرب ينتج تقريبا أكثر من 70% من حاجياته، يجب تشجيع الصناعة الوطنية حتى يكون الأدوية في المتناول طيب. والتناول وثمنها في متناول المواطنين. دكتور طيب، هنا نتحدث عن مشكلة تسويقية، يعني إذا كان الدواء الأجنبي موجود والدواء الجليس المغربي موجود، خيار الطبيب طبعا، شركات التسويق للأدوية الأجنبية ممكن أن يعني تدعم الأطباء، تغريهم باستخدام، وبالتالي يجب أن يكون في وعي وحملة وغير ذلك. لكن ماذا عن استجلاب أدوية أخرى، توسيع هذه؟ هل هذا سهل؟ هل هذا أمر متعلق بالمال لشراء الحقوق من أجل الإنتاج المحلي لهذه الأدوية؟ اولا يعني هناك الادويه مثلا المطروحه في المغرب، الاشكال اللي مازال مطروح، اولا هناك استعمال الادويه من طرف الاطباء والصيادله، ثمن ديال الادويه وتحديد الادويه المرجعيه. ولكن كذلك في المغرب خصنا استنساخ حتى الادويه المضاده للسرطان، لانها تشكل المصاريف الكبرى، وكذلك الادويه الحيويه يجب استنساخها في المغرب، وهذو جوج نقاط اللي هما مطروحين. بالنسبه للادويه، الاشكالات الادويه هذا سؤال وجيه جدا، هو انه هناك ادويه غاليه تستعمل بعض الامراض، يجب استعمال ما يسمى بالليسونس اوبليغاتوار او لا الاجازه الضروريه، تلجا لها الدول من اجل استعمال بعض الادويه الغاليه بدون انتظار رفع براءه الاختراع عن الدواء الاصلي. وهذه اجراءات قامت بها جنوب افريقيا، قامت بها روسيا، قامت بها عده دول من اجل تشجيع استعمال ادويه جليسه لادويه لم تصل بعد براءه الاختراع نهايه الحمايه ديالها. واضح. وهذا دور البرلمان، هذا دور التشريع. هذا أكيد، بالتأكيد هذا دور البرلمان والتشريع، وطالما في دعوات من نواب برلمانيين، ويعني أكيد نأمل أن يكون في تحرك في هذا الاتجاه. أشكرك شكرا جزيلا، ضيفي من الرباط الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الدكتور الطيب حمضي.